شارك صراحه في المسابقه واللي انجحها، وطبعا مشاركتهم هي اللي انجحتنا. انا شخصيا ما كنت اتوقع المشاركه الطيبه، ان شاء الله اليوم راح يكون تكريم الفائزين الثلاث بالاضافه الى تكريم الاثنين اللي شاركوا معنا في الاربع جولات. هي كانت المسابقه اربع جولات، اللي شاركوا بعد حلول في الاربع جولات حتى اللي ما جاء في الثلاث اوائل راح يتكرم ان شاء الله. طالب جعفر ابو رمان. حصل على المركز الثالث مسابقة حفل الذكرى، كان أداءه كويس، يعني لو كان شد حيله ممكن بالجولة الثالثة كان ممكن يجيب أحسن. أحنا برومان المركز الثاني للطالب رضوان الشهاري. عبارة عن سماعات جديدة. كان رضوان يعني دائما ما شاء الله حلوله صح، بس اللي خلاه متأخر دائما يبعث لي ثاني يوم، فالبونص يروح عليه. الجائزة الأولى الطالبة آلاء بغدادي. صراحة يعني هي كانت الجائزة الأولى باقتدار، يعني كانت يعني جابت شبه علامة كاملة 95% في المسابقة، كانت ترسل أول من أول الإجابات، وكانت يعني من أفضل الحلول، فكانت تستحق الجائزة الأولى، عبارة عن طابعة اتش بي ملونة. تسلم الجائزة إن شاء الله الطالبة باحثة. كان أداء ممتاز باستثناء الجولة الأخيرة. إيش الشفافية؟ يعني جعفر كيف حالك؟ كان يعني شوية ولكن كان يحصل على Oh,